هو لا هجرة بعد الفتح إلا هجرة الذنوب والمعاصي، وهجرة أماكن الذنوب والمعاصي إلى الطاعات. من هنا نحن نهجر بيئة الغفلة والدنيا والبيت والشغل والعمل، ونأتي إلى المساجد إلى بيوت الله، نروح أرواحنا، نروح قلوبنا، نروح أنفسنا، نروح نرجع لأنفسنا التوازن، نرجع لأنفسنا السلام الداخلي، نتذكر من نحن، ما حقيقتنا، من أنا، لماذا جئت إلى هذه الحياة، ما مهمتي، إلى أين سأمضي. ثم أقرر الحقيقة البدهية، لا، وين أنا غافل، وين أنا سارد، أين أنا لاهي. مهما طال الليل لا بد من بزوغ الفجر، ومهما طال العمر لا بد من نزول القبر. فعلى ما أنا أتكالب على الدنيا؟ على ما أنا أقطع أرحامي من أجل شيء من عرضها؟ على ما أنا أتخاصم مع إخواني من المسلمين من أجل زعامات ومن أجل يعني حظوظ نفس ومن أجل قضايا تافهة؟ فيصل الإنسان إلى حالة سلام، فيعفو ويصفح ويسالم ويتجاوز ويش، وعينه معلقة بالآخرة وإن كانت أرجله تطأ الأرض، عينه هناك في الآخرة. فأي أمر يصير معه في نفسه في ماله من الذين حوله يحط مرآة الآخرة، هذا خير لي أم لا خير، إذا خلاص صفح. آذاني واحد، إذا عفوت أحسن إلا إذا انتقمت، لا، قال فاعفوا واصفحوا، فاصفح الصفح الجميل، خلاص كرت في عرش الجنة، كرت نوراني، أضع كروت أخزن، وهكذا. من هنا يعلمنا الصيام هذا، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، إني صائم، ما بدها رد، ترى الدنيا قصيرة والعمر هي لعبة غافل وفسحة جاهل وظل زائل، غمض فتح انتهت. كما قال يعني سعيد النورسي رحمه الله، قال أيها الناس علام الغفلة، فوالله ما أنتم إلا جنائز متحركة، أموات مع وقف التنفيذ، يعني من نحن؟ هلا أنا وأنت وأنت وأنت، من نحن؟ جنائز متحركة. إذا انتهت آجالنا بعد الأنفاس توقفت الحواس، ربما منا من لا يكمل الآن أن يخرج من بيت الله، صحيح أم لا؟ من الذي يضمن لحظة أخرى يعيشها؟ لا أحد. فنحن أموات مع وقف التنفيذ، نحن جنائز متحركة يا سادة. فعلى ما هذا الضجيج وهذا العبث وهذا الاختلاف وهذا الصراع وهذا النزاع على عرض من الدنيا تافه وزائل أيها الأحبة.